المهم أبي أكلمكم عن واحدة تكلمت عنها قبل فترة. هذه الإنسانة دائما تعطيني دافع إني أغير حياتي واللايف ستايل مالي. وايد عجيبة وايد، ترى أنا من زمان من زمان من زمان أتابعها، وايد يعني أنا شفت التغيير بعيني. وايد إنسانة عجيبة، وشلون عندها إرادة قوية وتخليكم أنتوا تأخذون دافع إن أنتوا تغيرون حياتكم واللايف ستايل مالكم، إن أنتوا يعني تتعدلون. أطلقكم الحين صورها قبل وبعد، وشلون تغيرت هي بروحها بدون ما تسوي لا عمليات تكميم أو نحت أو تحويل مسار أو هالعمليات اللي هابين فيها، بس اهتمت بأكلها وبصحتها وبالرياضة. هتشوفون تغيير العجيب. وايد حلو إن الإنسان ما يفقد الثقة بنفسه أو ما يفقد الأمل إنه هو يتغير ويصير مثل ما يبي، ويحط قدامه هدف ويحققه. هي الحين طبعا اخصائية تغذية، ماخذة ماجستير تغذية من ميامي امريكا، ووايد وايد وايد ناس اشتركوا عندها وتغيرت حياتهم كلها من A to Z. هي مو بس تسوي تحط جدول غذائي، هي تثقفكم، هي يعني حتى تخليكم تغيرون نومتكم. يعني اذا مثلا نومتكم خربانة او مثلا ما تشبعون النوم او مثلا ما فيكم طاقة وما لكم خلق وكذي، هي تعدل كل شيء بحياتكم. أو حتى مثلا إذا عندكم نقص فيتامينات، نقص أشياء معينة بجسمكم، تحط لكم جدول غذائي بالأشياء اللي أنتوا تحتاجونها. هي طبعا مو بس تسوي لكم جدول غذائي، حتى تسوي لكم جدول رياضي، يعني حق الناس اللي تروح النادي، أو مثلا حق الناس اللي ما عندها وقت إن تروح نادي ودائما مثلا مشغولين، تقدر تسوي لكم جدول رياضي وانتم قاعدين بالبيت تسوون كم تمرين، يعني مثلا يساعدكم ان انتم توصلون هدفكم اللي انتم تبونه. وعندها طبعا وايد باقات حق الاشتراك، الحين بوريكم كل شيء. هذا هو الويب سايت مالها، تقدرون تشوفون وايتر عندها اشياء يعني معلومات تحتاجونها تستفيدون منها. في عندها طبعا قناة حتى باليوتيوب تنزل فيها فيديوهات بين فترة وفترة. في عندها أكثر من باقة، كل واحد يقدر يختار الباقة اللي تفيده، فيها كل الأشياء اللي أنت تحتاجونها. عندها ترى تنزل بعد مثل وصفات غذائية، تنزل تمارين،